واحدة من أصعب الطبقات التي قد نبحث فيها عن هاتف ذكي هي الطبقة السعرية تحت $100 أمريكي، أو في الجزائر ما يوازي 20,000 دينار جزائري. وفي هذه الحلقة بحثنا لكم عن هواتف سعرها بين 15,000 و 20,500 دينار جزائري، أو ما يعادل $80 حتى $120 أمريكي. طبعا كان البحث صعب، والذي وجدناه هو هواتف كابا التي تكون مستوردة من أوروبا في حالة جيدة. وهناك هاتف جديد بطل هذه الحلقة. طبعا سنعرض عليكم أيضا 9 هواتف إضافية مقبولة مع 34 هاتف سيء في هذه الطبقة لا ننصحكم بشرائها، لذا تابع معي حتى النهاية. وقبل أن نبدأ كما عودتمونا أيها الفخمون، انزلوا تحت هذا الفيديو واضغطوا زر اللايك كدعم بسيط للمجهود الذي نقدمه لكم. قبل أن نعرض عليكم الهواتف سأشارك معكم مسابقة من أحد شركاء قناتنا هذه المرة ومن جديد على كروت جوجل بلاي. وطبعا كلما زاد عدد المشتركين زاد عدد الكروت، وكل ما عليك فعله هو تحميل برنامجهم العملاق في استرجاع صورك وملفاتك وفيديوهاتك من الكمبيوتر أو الفلاشة حتى بعد الفورمات. وشروط المسابقة تجدونها بعد عرض هذه الهواتف. طبعا السعر الذي سيعرض مع الهواتف مع اسمها سيكون بالدينار، وسأعرض عليكم أيضا السعر بالدولار، لذا اسمعوا وشاهدوا جيدا. في المرتبة العاشرة لدي شيومي رادمي 6A بسعر 17,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 55,000 نقطة، بشاشة 5.45 انش دقة HD بلس، رام 2 جيجا وذاكرة 16 جيجا، كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل مع بطارية 3000 ملي أمبير. في المرتبة التاسعة لدي سوني إكسبيريا Z3 بلس بسعر 17,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 59,000 نقطة، بشاشة 5.2 انش دقة FHD مع معالج سناب دراجون 810، رام 3 جيجا، ذاكرة تخزين 32 جيجا، كاميرا خلفية 21 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل مع بطارية 2930 ملا أمبير مع أندرويد 6 مارشميلو. في المرتبة الثامنة لدي LG Nexus 5X بسعر 20,500 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 82,000 نقطة، مع شاشة 5.2 انش بدقة FHD، رام 2 جيجا والذاكرة 32 جيجا، كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل مع بطارية 2700 ملا أمبير مع أندرويد 8 أوريو ومستشعر البصمة. في المرتبة السابعة لدي HTC One M8 بسعر 17,500 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 58,000 نقطة، مع معالج سناب دراجون 801 مع رام 2 جيجا وذاكرة 32 جيجا وكاميرا خلفية 4 ميجا بكسل، ولكنها تأتي مع تقنية الألترا بكسل لتقدم لك جودة عالية جدا، وكاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل مع بطارية 2600 ملا أمبير وأندرويد 6 مارشميلو. في المرتبة السادسة لدي هاتف دوجي أن 10 بسعر 20,500 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 72,000 نقطة، مع شاشة 5.84 إنش بدقة FHD بلس، رام 3 جيجا والذاكرة 32 جيجا، كاميرا خلفية مزدوجة 16 و13 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل مع بطارية 3360 ملا أمبير مع أندرويد 8 أوريو ومستشعر البصمة. في المرتبة الخامسة لدي هاتف إكسبيريا XA إلترا بسعر 20,500 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 74,000 نقطة، بشاشة 6 إنش دقة FHD، رام 4 جيجا وذاكرة 32 جيجا، كاميرا خلفية 22 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل وبطارية 2700 ميل أمبير تدعم الشحن السريع مع أندرويد أوريو 8 ومستشعر البصمة. في المرتبة الرابعة لدينا آيفون 5S بسعر 19,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 69,000 نقطة، مع شاشة 4 إنش دقة HD وذاكرة 16 جيجا، حقق على اختبار الصور DXO 68 نقطة بكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 2 ميجا بكسل، يشتغل على iOS 10. في المرتبة الثالثة لدي هواوي بي 9 لايت بسعر 19,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 52,000 نقطة، بشاشة 5.2 إنش دقة FHD، رام 3 جيجا وذاكرة تخزين 16 جيجا مع كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 وكاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل مع بطارية 3000 ملي أمبير وأندرويد نوغا 7 مع مستشعر البصمة. في المرتبة الثانية لدينا سوني إكسبيريا Z5 بسعر 20,000 دينار جزائري، حقق على الأنتوتو 76,000 نقطة، كما أنه مقاوم للغبار والمياه، بشاشة 5.2 إنش دقة FHD مع معالج سناب دراجون 810، كاميرا خلفية 22 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل مع بطارية 2900 ملي أمبير
أمبير تدعم الشحن السريع، وأندرويد نوغا 7 ومستشعر البصمة. في المرتبة الأولى لدي LG G5 بسعر 20,000 دينار جزائري، حقق لها الأنتوتو 149,000 نقطة بشاشة 5.3 إنش دقة QHD مع معالج سنيب دراجون 820، رام 4 جيجا وذاكرة 32 جيجا، مع كاميرا خلفية مزدوجة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وكاميرا ثانوية 8 ميجا بكسل، مع كاميرا سيلفي 8 ميجا بكسل، مع بطارية 1800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع أندرويد أوريو 8 ومستشعر البصمة. أما عن بطل الحلقة وهو هاتف منافس حقا وهو شيومي ريدمي 7A بشاشة 5.45 إنش دقة HD بلس، حقق لها الأنتوتو 83,000 نقطة، ذاكرة داخلية 16 مع رام 2 جيجا وكاميرا خلفية 13 ميجا بكسل، كاميرا سيلفي 5 ميجا بكسل، والمميز هي بطارية 4000 ملي أمبير مع أندرويد 9 باي، وهو أيضا هاتف في المرتبة الأولى منافس. تجدون روابط شرائه أسفل هذا الفيديو، يعني بأسعار تنافسية جدا. والآن سأعطيكم 9 خيارات بأداء متوسط يمكنك اختيارها وشراؤها إن لم تعجبك الخيارات السابقة، طبعا هي خيارات إضافية فقط. لدي هواوي P8 Lite 2017، لدي LG X Power 2، ولدينا أيضا سوني إكسبيريا Z 4، لدينا أيضا دوجي Y 8، سامسونج جالكسي A 2، LG Q 6، جالكسي G 7، جالكسي A 3 2017، و LG V 10. طبعا هي خيارات متوسطة. نعود إلى مسابقتنا. طبعا برنامج ايزاس هو برنامج قوي جدا لاسترجاع الملفات بشتى انواعها، ويتوفر البرنامج في نسخة مجانية التي تمكنك من استرجاع 2 جيجا بايت من الملفات، وهناك النسخة المدفوعة، وبالدخول من رابطنا ستحصلون على خصم 50%، يصير سعر النسخة الى 44 دولار فقط. وطبعا يمكنك العمل بمثل هذا البرنامج مثلا لاسترجاع صور وملفات الناس من حواسبهم وفلاشاتهم، حيث قد يقدم الناس كل ما لديهم من اجل استرجاع بعض الملفات المهمة التي قد تحذف بالخطأ أو تفقد رغم عنها في بعض الأحيان. وبعد تحميل البرنامج وتثبيته بطريقة روتينية تفتحه وتجد أمامك واجهة بسيطة ومفهومة، حيث يمكنك اختيار أي قرص وبداية الفحص مباشرة. وطبعا الفحص المعمق قد يأخذ وقت طويل جدا حتى يجد لك كل الملفات، وبعد أن يكتمل الفحص يمكنك البحث عن الملف الخاص بك إما عن طريق اسمه أو الصيغة أو غيره، وكل ما عليك هو الضغط زر الاسترجاع واختيار مكان استرجاع الملف. طبعا غير هذا يمكنك اختيار مكان الاسترجاع، فهناك خيار سطح المكتب أو سلة المهملات، أو يمكنك استعمال البحث المتقدم لفتح أي ملف من أي قرص للقيام بعملية البحث من خلاله. وعن المسابقة كل ما عليك فعله هو تحميل البرنامج وتجربته وعمل تعليق أسفل الفيديو عن رأيك في البرنامج. طبعا يمكنك مشاركة الفيديو على الفيسبوك حتى يزيد عدد المشتركين والفرص، ولا تنسوا تحميل شرط أساسي حتى تدخل في سحب مسابقة من طرف شريكنا لحلقة اليوم. الآن سأترككم مع 34 هاتف يعتبر عرض سيء ولا يستحق الشراء، ونلتقي بعدها. نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، لذا أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم أيها الرائعون. ولا تنسوا في حال كانت أول مرة تشاهدنا على اليوتيوب، لا تنسى تشترك في قناتنا المتواضعة وتفعل زر الجرس ليصلك جديدنا في عالم الجوال. يا سلام.